اسمي ثامر صالح عبد الله النجم. ثامر ابن ووالد وزوج، احد خريجين جامعة الملك سعود لله الحمد. الموضوع استلهمت يعني من فكرة التيدكس، انه امل اليوم واقع المستقبل، وحاولت ان ادور بهذا الموضوع. وسبحان الله وانا احضر جاب الغرفة التجارية في جدة عندهم تعلم من الفشل، فألهمن هذا برضو لدمج الفكرتين مع بعض. فحاولت أشوف وش التجارب اللي أنا مريت فيها بحياتي فيها فشل وبرضو أدت بعدين إلى نتائج مفاجئة شوي. أنا ثامر النجم، انتظروني في تيدكس جامعة الملك سعود. قبل 19 سنة كنت جالس في هذه القاعة فوق على اليمين أشوف زملائي وهم يمشون في مسيرة التخرج هنا، وتحسر أني ما كنت معهم. كان يناقصني 6% علشان أكون 4.25، وهذا يأهلني أني أكون معهم. ذاك الوقت تمنيت أمنية وعاهدت نفسي أني أحققها. بإذن الله راح أقول لكم عن هذه الأمنية، ولكن أول خلونا ناخذ رحلة مسافتها 19 سنة. بعد ما تخرجت من جامعة الملك سعود تخصص الإدارة المالية، انتقلت للعمل في مدينة جدة في أحد مشاريع التغذية، وتنقلت في الأعمال بدءا من مشرف خط، وهنا أكون مسؤول عن عدد من المواقع إلى أني أكون مشرف قطاع يكون تحت مسؤوليتي عدد من الخطوط، ثم صرت مسؤول عن جميع القطاعات. بعدها انتقلت للتسويق، مسؤول عن استراتيجيات وخطط التسويقية، ورحت بعدها كمساعد مدير مشروع لأكون بعدها مدير مشروع في مدة تقريبا سنتين. أحد المتطلبات الرئيسية لنا أن نزيد مصادر الدخل في المشروع، ولذلك حطينا نصب عيوننا وجبات الحجاج والمعتمرين في المنطقة. تعرفنا على لجنة السقاية والرفادة والمستودع الخيري، وبنينا علاقات قوية معهم لأن كانوا هم الجهة المسؤولة عن تنظيم هذا النوع من المشاريع. لكن ما كنا لوحدنا، كان في غيرنا كثير منافسين أقدم منا بالمنطقة ومتواصلين معهم وعلاقاتهم أكثر في المنطقة هذه. وكان التحدي اللي علينا إن نجيب وجبات أفضل منهم وبسعر أقل، وفوق هذا نربح منها. سهل إنك تاخذ وجبة أفضل أو وجبة بسعر أقل أو تضع هامش ربح أكثر، ولكنك تسوي الثلاثة هذول كلهم مع بعض في نفس الوقت عامل صعب شوي. في مثل الأولين يقولونه: زين وصلاح وبنت رجال، لذة لذيذ بلحشة لو توافقه. جاء مشروع تفطير الصائم، وكانت أول مناقصة يطرحها المستودع الخيري لتقديم وجبات إفطار في رمضان حول الحرم المكي. احنا كنا دارسين الموضوع لفترة طويلة لمدة سنة تقريبا، وعارفين كل شيء محسوب، وحاطين أسعار منافسة جدا وضامنين الفوز. طبعا متأكدين أن المنافسين ما كانوا راح يخلونها سهلة علينا، لأنه كنا وين ما نروح وين وإيش ما نسوي نلاقيهم موجودين. فالمنافسة إطلاقا ما كانت سهلة وبسيطة. في يوم فتح المظاريف جاني شعور كذا قوي جدا جدا إن حنا راح نكسبها، فكنت مطمئن ومرتاح مسوين كل شيء اللي علينا. جاء فتح المظاريف وأخذنا المركز الثاني، خسرنا. أنا ما صدقت، كيف كل هاللي سويناه وكل هالجهد وكل هالحسبة وحطينا أفضل الأسعار ونخسر بالمركز الثاني بهلالات بسيطة بس؟
الشعور هذا كان قاسي، لكن بعدها ذكرت الله وتعودت من الشيطان ووقفت من الحلطمة وابتسمت وقلت للفايز الله يوفقك. اسمحوا لي هنا بس بطلع برا شوي، في مقال جميل عن الحلطمة جدا أعجبني خلال البحث، أنصح الجميع، الوحدة اسمها زينب الحجي، أنصحكم بالاطلاع عليه. وأنا راجع بالطريق إلى مكة إلى جدة صممت أنه نحول الخسارة هذه إلى مكسب، لازم نستفيد منها، لازم نطلع منها شيء. فرحنا وبحثنا جميع الأشياء خلال شهر رمضان، خلينا المنافس ما يتنفس نفس إلا وحنا عدينه عليه، متى يجي متى يروح متى يقدم وش يسوون وش المشاكل اللي تواجههم كيف حلوها وش الأشياء اللي واجهتهم، ما تركنا شيء. الفريق كله كان يراقب وكان يتابع جميع التفاصيل، وكنا دائما نجتمع ونلخص النتائج هذه. ونزلت مناقصة وجبات الحج بأضعاف أعداد وجبات رمضان، ووقت أقل، كانت 18 يوم، وقدمنا لها والحمد لله فزنا بالمركز الأول. لسه في تحدي ثاني، ما خلوها تمر لنا بسهولة، ما أدري وش كان السبب، ولكن قررت اللجنة في نفس وقت فتح المظاريف إنها تعيد فتح المناقصة، وتقول كل واحد قدم اللي يبغى يعدل سعره الآن يعدل. ما أدري إذا هذا يعني ممكن يوضح، بس في المناقصة ما تسوي الشيء هذا بالعادة، أو إنك تقولها من قبل. وزادوا وبلغوهم عن جميع أسعار المواد الخام، يعني خلوا المناقصة تماما على المكشوف. أنا بذيك الساعة لا تدور عني، طبعا من الداخل، من برا جالس ومكان وراسم على وجهي أحلى ابتسامة بكل ثقة، بس من جوا الله يعلم الله. بدوا النقاشات والحوارات وأنا أشوفهم، والثواني تمر مثل الساعات. ثم الحمد لله شوي شوي بدوا يطلعون واحد وراء الثاني، إلى طلع آخر واحد كان هو اللي فاز بمشروع رمضان. في أشياء بهذه الرحلة أو بهذه المحطة استفدتها، مهم جدا أنك تعمل مع فريق، أنك تنتج أعداد ضخمة وبكميات وبوقت قصير ما يمكن أن يكون بدون فريق. في مقولة أفريقية تقول إذا بغيت تمشي بسرعة فروح لوحدك، لكن إذا بغيت تروح بعيد فاذهب مع فريق. إذا خسرت اعرف أنه في هذا قاعد يجهزك لشيء أفضل، ودائما وقف على عملك وساعد فريقك انهم ينجحون، كن عونا لهم. الان حننتقل الى مكان ثاني ونكمل رحلتنا بس 8 سنين قدام. انتقلت فيها من جدة الى الظهران ثم الى الرياض، خلالها اخذت الماجستير من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ثم يعني مالت نفسي إلى أني آخذ برنامج في أحد المعاهد العالمية، وملت له بشكل كبير وتمنيته بشكل كبير وقدمت عليه، وكان من أسعد الأيام يوم قبلوني فيه. لكن سبحان الله يريد الله أني ما أروح، وتجي ظروف تمنعني، وجاني ألم وحزن لا يوصف، كبير جدا، كيف وليش وش السبب. لكن الله يجزاه خير الوالد جاء وقال لي يا ثامر دور لك برنامج ثاني، وفعلا بحثت عن برنامج ثاني كان اسمه Building on Talent أو البناء على الموهبة،
وكان الحمد لله من أفضل البرامج اللي رحتها بحياتي إلى اليوم. من الأشياء الجميلة اللي أثرت فيني فيه كان مسار القيادة، لأن كان لهم طريقة وترتيب معين في القيادة، وكان معها مرشدين سلوكيين، فأثرت كثير بشخصيتي. بعد البرنامج استمريت مع المرشدين السلوكيين لمدة تقريبا 3 سنوات. لما رجعت بعد البرنامج، الوالدة والأهل لاحظوا تغيير كبير. نفس الشيء أخوي عبد الله وزوجتي فاتن لاحظوا التغيير وقالوا: يا ثامر صرت أروق، صرت بالك أوسع من أول. مع استمراري مع المرشدين السلوكيين في المراجعة والمتابعة معهم، في يوم من الأيام حسيت فرحة كبيرة ونشوة كبيرة، وقلت يا ليت يكونوا معي ناس ثانين يستفيدون الشيء هذا، ودي أشارك الثانين. كان رد المرشد السلوكي: ثامر، إذا أنت أحسنت اللي تتعلمه راح تساعد غيرك، ولكن أنت اضبط أمورك أول. وبعد سنتين تتاح لي فرصة أني أعمل في موهبة، مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله الموهبة والإبداع، في مبادرة القيادات الشابة، وندرب 340 شاب وشابة على مسار القيادة مع المرشدين السلوكيين. واللي اليوم جيتي هنا كانت بدعوة من أحد الخريجين، وفي عدد منهم حاضرين اليوم، فالله يجزاهم خير ويشكركم جميعاً. كنا نبي سلايد بس يلا. طيب، الآن من المحطة هذه من الأشياء اللي تساعد إنك إذا في طريق أقفل بوجهك لا تفقد الأمل ودور، راح تلقى طريق ثاني. إذا بغيت تأخذ نصيحة فابحث عن الشخص الحكيم، الحكيم اللي يعرف يضع الأمور في مكانها، وابحث عن الشخص الخبير اللي له تجارب مر بشيء، وابحث أهم شيء عن شخص يحبك وتجتمع فيه الثلاثة ذولي كلهم. إذا في شيء واحد أقوله اليوم واتفق فيه مع الأخ فهد: بر الوالدين يبي يغنيك عن كل شيء، والله يوفقنا جميعا البر والدينا. مهم أنك تشارك الآخرين باللي تعلمته، ولكن دائما ابدأ بنفسك. وأحب أشكر باسمكم الدكتور فهد، شكراً أنك ساعدتنا كثير خلال البرنامج، وكان لك أيادي بيضة الله يجزاك خير. الآن لاحظوا معي، الوجبات أخذت شهرين ما بين رمضان والحج، ما بين خيبة الأمل إلى من تحقق النجاح. البرنامج اللي كنت أتمنى أروح له واللي بغيت أشارك الناس فيه أخذت فيه 2 سنين إلى من شاركت فيه في موهبة في وقت هنا. الشيء اللي بشارككم فيه اليوم إني وأنا جالس فوق هناك قبل 19 سنة وشوف زملائي يمشون، تمنيت إني أكون مكانهم والناس تكرمني، والحمد لله اليوم تحقق الحلم هذا والله الحمد. ولذلك الحقيقة اللي مؤمن فيها تماماً إنه تمنى أي شيء، وكل مؤمن إنك راح تحقق هذا الشيء بعون الله. شكراً جزيلاً.